مره تانية برحب بضيوفي اللي سهرناهم، وان كان الوقت عدى علينا بسرعه، استاذ جمال الزهيري ولسه بدري طبعا، استاذ عصام شلتوت منورنا النهارده في التغطيه الخاصه. يعني انا بيتهيالي انه انا كنت عارف ومتابع وعندي جزء كبير جدا من التفاصيل ده بحكم شغلي هنا في قناه النادي الاهلي طبعاً. لكن الصوره المجمعه دي كانت بالنسبه لي انا مفاجاه ومبهره الحقيقه. هي حاجه يعني تشرف ان انت تبقى موجود زي ما انت قلت، يعني ترسي في هذه الاله العظمى. الحقيقه 2.5 مليار ميزانيات النادي الاهلي رقم تفسيره لوحده ينم عن الكثير والكثير والكثير من الاحتياطي، مش بس الاقتصادي، لا ومن الاحتياطي كمان الاجتماعي والعمل الدائم. ثم هذه المجموعه من الرجالات التي قدمها محمود الخطيب ليعرف القاسي والداني ان يعني كل مناجم الذهب والماس هي في رجال، او يعني هي رجال ابناء النادي الاهلي وابناء، يعني طبعا لان هناك من العظيمات الكثير طبعا. كمان لكن هي في الحقيقه ارصده غطاء ذهبي لا ينضب ابدا. تقف عاجز عن انك تقول في ايه غير عمل احترافي كله حب، وده شيء مفقود في اقصى الادارات المحترفه حول العالم على ما اظن وبحسب خبرتي المتواضعه. يعني يصعب انك تلاقي منظومه محترفه تكن لبعضها هذا الحب. الاحترام بيتوفر في اي عمل منطقي وطبيعي صح. لكن هذا الكم من تفضيل الناس بعضها يعني للبعض على انفسهم، ده يعني ضمانه نجاح غير عاديه، وده اللي يخليك تقول وانت مطمئن المستقبل الاهلاوي مشرق باذن الله. والاجابه يعني ايه؟ الاهلي صحيح.